وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري أكدت رئيسة مجلس الأعمال الإفريقي أماني عصفور أن القطاع الخاص الإفريقي قادر على تنفيذ المشروعات العملاقة بالقارة. وأضافت رئيسة مجلس الأعمال الإفريقي أن قطاع المقاولات المصري لديه فرص واعدة في إفريقيا. اتكلمنا عن شركات المقاولات، ازاي ان انا احفز القطاع الخاص، مثلا شركات المقاولات المصريه هنا انها تقدر تخترق السوق الافريقي. لازم عندي وضع قوانين داعمه، عشان كده 40% من كل المؤسسات الحكوميه في القاره الافريقيه تذهب للقطاع الخاص الافريقي، تدي اولويه للقطاع الخاص الافريقي في جميع المجالات ان هو يخترق القاره.